والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنرحب بكم في اللقاء الجمالي لحجاج اسكندرية، ويشرفنا إن احنا نأدي مع بعض هذا اللقاء في رحاب الله وفي رحاب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء الذي أحبه الملائكة. وندعي الله انه ييسر علينا رحله الحج ويرجعنا منا سالمين غانمين ان شاء الله. السلام من دموعي. الأستاذ علاء فهمي، الأستاذ الفاضل
متقبلة نجمة المجموعة الأستاذة مجد هديل. الأستاذ محمد كمال. محمد منصور. من الشباب الواعد اللي شغال معنا زي الفل وجميل ورائع، ثلاث شباب بيعتبروا أبنائي في هذه الرحلة، الأستاذ سعد توفيق، والأستاذ حسن بشار، والأستاذ عمرو عبد الوهاب. كده 8 في المستوى الثاني، والعبد الفقير الله يبقوا 9، والأستاذ محمد كمال بقينا 10 من فور في المستوى الثاني. معانا 2 مشرفين موجودين من الثلاثة بتوع المستوى الأول، أستاذنا والخبير في الإشراف وذو المقدرة العالية جدا في أي مواقف، معانا الأستاذ محمد علاء. وأخونا الفاضل المتفاني في العمل الصدوق أستاذنا الأستاذ طارق الشريف. أستأذنكم أن أحيي هذا الفريق لما يمثله من مجهود في رعاية ان شاء الله باذن الله المستوى الثاني تسافر ان شاء الله يوم 9/8 باذن الله. عندنا 4 مجاميع مسافرين الاول، الاربع مجاميع دول اللي هي مجموعه الاستاذ محمد علاء، ارفعوا ايديكم كده، مجموعه الاستاذ محمد علاء ارفعوا ايديكم زنهره كده، الاستاذ محمد كمال ومجموعه الاستاذ علاء فهمي. نرفع ايدينا مجموعة الأستاذ علاء فهمي، مجموعة الأستاذ عمرو عبد الواحد، مجموعة الأستاذ محمد منصور. الأربع مجاميع دول إن شاء الله هيسافروا الساعة 5:30 من مجرة برج العرب يوم 9/8 على الطيارة رقم 5633. ماشي؟ 5:30 مساء. وفي 6 مجاميع تانيين اللي هو بقيه المجاميع بتاعت المستوى الثاني، اللي هي مجموعه احمد صالح ومجد ادريس وسعيد توفيق وحاسب رشاد واحمد رشوان واشرف سمران. دول هيسافروا 7/10 مساء من مطار برج العرب. ماشي؟ دول ايه؟ المستوى الثاني. المستوى الاول هيسافر ان شاء الله 3 مجاميع مع بعض من مطار القاهره الساعة 8 إلا تلت يوم 11/8 على الطيارة رقم 5647. مساء. طيب ناخد العودة بتاعتنا. هنبعتها لكم يا جماعة الصور دي لو سمحتوا، يا أساتذة يا حكام يا حاج يا باشمهندس، هنبعتها لكم على الواتساب بالصورة دي. دقايق راح تنزل على الواتساب بعد حضراتكم. العودة بتاعتنا المجموعة بتاعت الأستاذ علاء فهمي هترجع إن شاء الله يوم 5/9 الساعة 5 مساء من مطار جدة. والثلاث مجاميع اللي وراها اللي هو بتاعت الأستاذ محمد كمال والأستاذ عمرو عبد الواحد والأستاذ محمد منصور هيركبوا طيارة 11:30 و5 مساء من جدة يوم 5/9. الست مجاميع اللي هو احمد صالح ومجد ادريس وسعد توفيق وحازم رشاد واحمد رشاد واشرف زهران هيركبوا الطياره الساعه 3:30 فجر يوم 6/9 من جده. ده المستوى الثاني. المستوى الاولاني هيرجع ان شاء الله يوم 31/8 9:30 صباحا من مطار جده. يوم 31/8 ده كده البرنامج بتاع الرحلة الإداري اللي حضراتكم المفروض عايزين تعرفوه. طب التجمع بقى منين؟ أنا هقول لحضراتكم بعض الحاجات. طبعًا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده رحلة الحج دي رحلة سريعة جدًا.
اول ما نبدا الرحله فعلا في لحظات هتحس الوقت بيجري بشكل غير عادي. لبيك يا مولى القلوب، احنا طالعين قلوبنا هانت لنا كل الدروب، نبكي سرورا حينما تعفو علينا وتتوب. هو ده الحلم بتاعنا، هو ده الحلم اللي احنا بندور عليه، وهو الحلم ده اللي احنا عايزينه. لما انت عايز الحلم ده لازم تجرد قلبك، جرد قلبك من كل حاجه، جرد قلبك من كل الحاجات، خلي قلبك سالك مع الله، فوت كل امورك لله سبحانه وتعالى، توكل على الله وليس على غيره، توكل على الله الواحد الاحد وليس على غيره، سلم لقضاء الله، خليك مؤمن وسلم لقضاء الله، ودع كل الدنيا وارميها ورا ظهرك، مفيش حاجه تستاهل، محدش هينفعك، فودع كل الدنيا وارمي كل حاجه ورا ظهرك، اخرج وطلع نفسك من كل حقوق البشر، الذنوب ربك هيغفرها لك، الاساءات هي علاقتك مع البشر، فسلك نفسك من الاساءات وخلي الذنوب وصفاتك تغفرها لك، ما تعتمدش وقت تفتكر ان انت رايح عشان انت معاك فلوس او انت تقدر تروح الرحله او الدنيا ميسره بالنسبه لك، لا، الاستطاعه اللي هي شرط من شروط الحج ربنا اللي اداها لك، فاوعى تفتكر نفسك انك ليك قوه في انك تعمل اي حاجه من الكلام ده، وخليك صادق مع ربنا وفعلا انت مصدق ان كلها قدره ربنا. اوعى تفتكر ان ليك يد او ليك قوه انك تقدر تعمل الحج ده بعيدا عن اراده الله، والا كل ده هيتقلب عليك وبال، وهتبقى حاجه غير عاديه، مش هتبقى كويسه. فمفيش لا ليك ولا غير حيله الا عن طريق الله والا بامر الله. عشان كده كنا دايما بنقول لك الرحله دي هي وسيله لغايه، وسيله لغايه ان احنا بنبغى الحج المبرور. خلي بالك انت داخل اختبار بعد الاختيار، انت تم اختيار عشان كده حضرتك داخل اختبار. شروط الاختبار ايه؟ اللي هو الوجوب بتاع الاختبار، وجوب انك تلتحم الحج اصلا. الوجوب ايه؟ عندك انت مسلم وعاقل وحر وبالغ وعندك استطاعه. دي الشروط بتاعت التحاقك في الامتحان نفسه. طب شروط اداء الامتحان ايه؟ انك تحرم من النقاط وتتابع محصوراته، اللي هو الاحرام الزماني والمكاني الزمكاني. طب نوع النص كل اللي شغالين فيه هو التمتع. شروط النجاح ايه؟ الهدى القران، لا رفص ولا فسوق ولا جدال عشان تنجح. في انشطه مساعده للنجاح؟ اه. قله الكلام وقله الطعام وقله المنام، نبعد عن الشهوانيات عشان تقدر تنجح. المواد اللي هيتم اختبارك فيها ايه؟ الصبر والاخلاق واداء النصر. اداء النصر دي انا معاك خطوه بخطوه، انا والرجاله اللي بتقف هنا كلها. فاضل عليك حاجتين، اخلاقك ايه؟ وتصبر ولا ما تصبرش؟ طب انا متوقع لك ايه؟ ترجع كيوم ولدتك امك بلا ذنوب وتخش درجه من درجات الجنه. هو احنا مش كلنا هنخش الجنه مكان واحد بعد ما خلص الحج؟ لا طبعا، عملنا مش زي بعض، وسعينا مش زي بعض، ومجهودنا مش زي بعض، ومصروفنا مش زي بعض، في اختلاف بيننا وبين بعض، عشان كده هنبقوا في درجات. فانت كل ما تعمل وتبقى مع ربنا وتبقى اخلاقك زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما ارتقيت وخدت درجه اعلى. الترم الاولاني عندك اختبار صغير تمهيدي العمره، ودي يا دوبك ثلاث اركان واثنين واجب مع السنن بتاعتها، وبعد كده يجي الامتحان الكبير النهائي اللي كان بيكلمنا عليه اخونا الدكتور ابراهيم، وهو الحج. اربع اركان قال لك عليهم وسبع واجبات جنب السنن الكتير. والعمل بتاعك هتعمله فين؟ زي ما ابنك بينزل في كليه الزراعه عندنا وينزل يروح المزرعه، انت عندك عمل انت كمان. العمل بتاعك هيبان جامد قوي في عرفه ومزدلفه ومنى الايام المعدودات. الاساليب دي بتاعتك اللي تستخدمها تزكيه النفس، تزكيه النفس، غض اللسان وغض الفضول وسلامك قلبك، عشان قلبك يبقى مع ربنا فانت تقدر تنجح في الاختبار الكبير ده. احنا مصيرين، لسنا مخيرين في هذه الرحله. وعندك هنا التفعيل بتاع المحصورات بيبقى في الاطار الاخضر ده، المساحه الخضراء. ايه دي؟ ده الحرم والمسجد الحرام في النص. هل هو ده على حدود الميقات؟
عن النقاط دي شويه. عشان تنجح في هذا الامتحان احنا كلنا فريق واحد، مشرفين وحكام. لو ما اشتغلناش شغل الفريق مش هنقدر نعمل حاجه. ومش عايزين نبقى فريق زي فريق كرة القدم بتاع روسيا ده، احنا عايزين نبقى فريق بجد، فريق صاحي، فريق عايز يرجع فايز، مش عايز يرجع مسلوب، فريق عايز يرجع ومحقق النصر اللي هو عايزه، ومحقق النتيجه اللي هو عايزها، الحج المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا. احنا مش بنقولوا فريق كلام من عندنا، لا، احنا كل كلامنا قراني في كل العبادات. هيقول لك ايه يا عم؟ اقتل انا مالية، ما فيش حاجه اسمها انا مالي، في نحنونية، لان كلنا حاجه واحده. لان اي واحد في المجموعه ياثر في التزامه بالمواعيد وفي ارتباطه بالمشرف وبالمجموعه ممكن ياثر فيها بعد كده تاثير جامد جدا. عشان كده بقالنا اكتر من 4 شهور بنخطط تقدر تحسب لهذه الرحله لنجاح. لان احنا لو ما خططناش ووضعنا خطه للنجاح فاحنا رسمنا خطه الفشل. بل احنا ممكن نكون خطه من خطه جزء من خطه اي حد تاني، وده لن نقبله ابدا. ودايما اللي بيخطط بدري بيكسب احسن وبيحضر نفسه احسن. عشان كده بدايه الخطه كان لازم المؤسسه القوميه وباشراف الدكتور سامي البنيس نختار مشرف يبقى مؤمن وواثق من نفسه وجداره وكفاءه انه يشتغل من غير من الحاج والشرف. لا، واختار المشرف ده مش بالسهل، يخش امتحان واثنين ومقابلات ويدفع اشتراك في الرحله ويبذل مجهود ونرجع نقيمه تاني عشان خاطر يطلع معاك في الرحله دي. بل ان كل خطوه بيمشيها معاك وبيتصل بيك ويتواصل معاك ويديلك معلومات ويستقبلك ويعمل كل الكلام ده والبس بدله واسلم عليك واقابلك واعمل كل الكلام ده، انا تحت منظار التقييم عشان انا ينفع اطلع تاني ولا لا. ده معناه ايه؟ انك تعاون معايا زي ما انا بتعاون معاك، مش معناها انه اشتغل معاك، لا. ده انا خدام الحاج. بس مين هو الحاج؟ الحاج اللي هو باخلاق. لكن ما ليس له اخلاق الحاج انا هخدم عليه، انا وكل زملائي. فعشان كده المشرف ده هو اللي هيقول لك تحركاتك، توقيتاتها، اماكنها، هتعمل ايه؟ بيقول لك فين؟ وليه؟ وامتى؟ وازاي؟ وليه؟ هي دي الاجابات، الاسئله اللي هيجاوبها لك الحاج. عشان كده عملنا لك عقد يقول لك كل حقوقك عندنا في المستوى الثاني والمستوى الاولاني، عشان ما حدش يبقى مش عارف. ودي كانت حاجه من الحاجات الجميله اللي ما بتتمش في اي رحله ثانيه مع اي حد. عشان كده عملنا لقاءات ياما وشرحنا فيها له كل الحاجات. وزمان في ناس قاعده بتقول لك هو محمد صالح ده هيوجع الكلام اللي قال لك كده. لا، انا هقول لك كلام غير كده. عشان كده عملنا لك في الاول خالص استمارة التعارض وقلت لك قول لي ايه اللي بيوجعك؟ ايه اللي تعبك؟ لكن للاسف الناس ما عندهاش ثقه، مش عايزين ثقه في ربنا، لا، الناس ما عندهاش ثقه ان هو تم اختيارها، فخايف يكتب لي هو تعبان في ايه؟ قال اكون انا عامل له كمين عشان اشيله من الرحله، ما اقدرش، مش انا اللي اخترتك، اللي اختارك رب العزه. فما يبقاش عندك هنا قلق خالص. وبعدين اجي ارص الاتوبيس يقول لي طب اعمل لي حطني في الحته الفلانيه عشان عندي كذا، انا ما بتقوليش في التقرير، ده انت في المستشفى خليتهم عملوا لك تقرير انك زي الفل، وانا هحاسبك عليه وهتعامل معاك عليه. ليه؟ ما تخليكش صريح، هو اللي اختارك مش عارف اللي عندك ايه؟ انا ما اعرفش، لكن اللي اختارك عارف ومختار، مش انا اللي بختاره. بعد كده عملنا مجاميع الواتساب عشان نتواصل مع بعض، عملنا لحضرتك ورقه مجمعه فيها كل الحاجات عشان ما تشيدش نفسك اكتر من اللازم، عشان تبقى الحاجه مظبوطه معاك، وعشان ما تنساش اي حاجه. قلنا لك الوزن بتاعك عامل ازاي، عملنا لك كتيب موجود فيه حضراتكم في كل خطوه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها عشان الناس ما تزعلش منها والناس تبقى معانا على الخط وتوزع عليك. ربنا كرمنا في اسكندريه وخاصه بهدايا قيمه لكل زملاء مش موجوده في كل المحافظات. طوارئ، كراسي للناس اللي محتاجه كراسي، الاحرامات اللي هي موجوده للرجال والسيدات. بعد كده عملنا لحضرتك علامات هتتحط على الشنط كل مشرف لون قبل ما تركب الاتوبيس، هنديلك كارتين من اللون ده بتاع المشرف ويديك اف 2 اف 2 من دول تربط بيهم العلامه في الشنطه
عشان الشنطه بتاعتك تروح اي حته يبقى معروف دي مجموعه اسكندريه وترجع لك ما بقاش فيها اي مشاكل. عملنا لك علامات في كل حته هتروحها عشان تعرف نفسك هتعمل ايه في المخيم في منى وفي عرب وعلى السفن وعلى الشنط وعالم هيبقى ماشي قدامك بتاع اسكندريه في كل مكان مكتوب عليه اسم المجموعه وفي كشف موجود فيه الناس بتوع البعثه بتاعك وتليفوناتهم في داخله الفندق بتاعك كل حاجه. عملنا لك وحاجه ما بتحصلش في كل المحافظات استشرناهم يا اخي من يسكن مع مين ما بتحصلش في كل المحافظات. انا المفروض اخد الناس اقسمهم على قواعد واسجل فانا لازم اراعي ان احنا بنحاول نخدم بقدر المستطاع. عملنا تسجيل الاتوبيس باستشراف برضه عشان نريح الناس بنعمل لك كل حاجه مطلوب منك العباد بس مطلوب منك ان انت تحبط ربنا وبس. وقلت لك حضرتك ليك عند كرسي طياره وليك كرسي اتوبيس ثابت وسرير في المدينه مع زملائك وليك سرير في مكه وليك صوفا بيت في عرفه وصوفا بيت في منى عرضها 50 سم في 175 سم وليك وجبتين كل يوم عدد الايام بنستلمهم من ثاني يوم دخولنا المدينه او ثاني يوم دخولنا مكه. انا بقول لك كل ده ليه؟ لان خلي بالك ان الحاجات الكبيره بتبدا بحاجات أنا مش بكتب أنا بقول إن إحنا عايزين نجمع بعض عشان ننزل نركب الأتوبيس نروح عرفة. وأحمد صالح في المجموعة بتاعتنا وأحمد صالح نزل راح السوق وإحنا طالعين عرفة. حاجة صغيرة خالص قد كده. بس احمد صالح اخرنا تراكم على دي ان احنا الاتوبيس بتاعنا رقم مره عرفه. تراكم على دي ان احنا طريق طلوعنا من عرفه هتبقى صعبه شويه. تراكم على دي ان احنا هنوصل مزدلفه متاخرين. تراكم على دي ان احنا نوصل منى ونمشي مسافه عشان نوصل المخيم. بقول لك الحاجات الكبيره بتبدا بحاجات صغيره فالتزامك حاجه من الحاجات المهمه جدا. احنا ظبطنا كل الحاجات اللي انت بتقولها سرير موجود في السكن والسوفا بيت وكرسي الطياره وكرسي الاتوبيس وكل حاجه. هل الكلام ده معناه ان احنا كل حاجه تمام؟ لا اكيد هتحصل مشاكل. اكيد هتحصل مشاكل، لكن احنا ازاي نتعامل مع الازمات والمشاكل؟ احنا كفريق ما تعودناش نحط راسنا في الرمل، لا احنا مش تعبان، احنا رجاله وعارفين بنعمل ايه، وانت كمان اعرف ان العاصفه بتدمر السفينه لكن عمرها ما تحل العقده. العاصفه والغضب ممكن يدمر السفينه لكن عمره ما يحل العقده. عشان كده احنا لازم بكل هدوء وكل بساطه نسعى مع بعض جاهدين لايه؟ لحل العقده وحل المشكله. ليه؟ الكلام اللي انت عايزه. احرام القلب
القلب بيبقى قبل الجسد، لان انت المفروض طالع الرحله دي بقلبك وبروحك. وحط في حسبانك من دلوقتي ما تاذيش اي كائن من الكائنات، سواء بني ادم او حيوان او نبات. فين شوقك للحج؟ فين شوقك لمقابله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخيل بقى ان انت ايه، ما فيش رياء في هذا الموضوع، لانك انت بتعمل الحج ايه لله عز وجل. التزم بالتعليمات وخليك في الخلق اللي طلبنا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. خلي بالك ان خياركم احسنكم ايه اخلاقا، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وانت البني ادم ده تكوينه، يمكن شفتوه قبل كده، جسد مع نفس وروح، كل واحد منهم منشأ وجاي من حتة. الروح من امر ربي في علوية المقام، الجسد والنفس من الطين. فخد بالك كل حاجة بتدور على الغذاء بتاعها في الموقع اللي هي طلعت منه، فما تخليش الجسد والنفس يجرجروك لتحت وتحصل مشكلة، خليك علو المقام. طيب ابعد بقى عن الحسد، وخلي بالك ان انت بيبقى عندك شعور واحساس. يعني دايما انا ما ينفعش ان ابقى انا يعني قلقان ونفسي مش راضية ومتأزم واروح اخش مثلا اكل في مطعم، مش هو ده المطلوب. هل انت لازم تفهم هو الغذاء المطلوب لروحك ولا لجسدك؟ لازم تقسم بين الاثنين. وخلي بالك الاحاسيس بتاعتنا والمشاعر بتاعتنا دي بتتولد من عندنا، واغلبها من معلوماتنا اللي موجوده جوه. لو انت خليك احاسيسك ايجابيه هتجذب لك كل الحاجات الايجابيه والبني ادمين الايجابيين. لو سلبيه هتبقى العكس، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا. طب انا اتعامل مع البشر اللي حواليا دي ازاي؟ احترمه واقدره هيحترمني ويقدرني. التسامح، التسامح، ودور للتاني على عذر في اللي عمله، افهم وجهة نظره، ما تخليش العملية قافلة بينك وبينه. دور على اي عوامل مشتركة ما بينكم، حاول تحفظ اسمه وخليك دايما مبتسم. الايثار، الايثار، انا عايز اقعد على السرير ده، لا انا كمان عايز اقعد على السرير ده. خلي بالك لو انت قلت له اتفضل انت هيقول لك لا انت الاول، لان الانا وحشة، والانا بتخلي اللي قدامك يقول لك ليه مش انا. عشان كده بقول الايثار، لان ده هيحل مشاكل كتير جدا. المبادئ بتقول ايه؟ ان احنا كلنا سواسية، كلنا سواسية، ولازم اقبل الناس على وضعها. انا مش رايح اقعد معاه 15 يوم ولا 20 يوم وعايز اعدل سلوكه، ما ينفعش الكلام ده. صلح ما بينك وبين الله، يصلح ما بينك وبين عبادك، بين عباده. مكارم الاخلاق، ده اهم منهج ممكن تتعامل بيه. اخر حاجة، خلي بالك من لا يرحم لا يرحم. محدش ينصحك في العلن، محدش يقعد يفتش على السلبيات بتاعتك، محدش يمسك لك كل زلة حصلت معاك، محدش يعاملك من العالي، محدش يتسرع في انه يوبخك على طول، محدش يتمادى في الخطأ معاك، محدش يخليك انت عملت الحاجة وينسبها لنفسه. خلي بالك انت زيك زي الناس، واللي تحبه لنفسك حبه لغيرك. عشان كده تلاقي الدنيا ماشية زي الفل، وعامل الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم عشان تكون الدنيا حلوة. وخد بالك خير الناس من كفف كفه، خير الناس من كف فكه، بطل كلام وفك كفه، ساعد الناس. خد بالك، وشر الناس من فك فكه وكف كفه. فخد بالك عشان تبقى كده. وخد بالك تاني، دايما المناقشات العقيمة ما بتطلعش اي افكار. عشان كده الدكتور كان بيقول ايه، مفيش داعي للجدال، وقال لك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه، انا زعيم بيت في الجنة حتى لو كنت محق. خد بالك احاديث مهمة جدا، ومش دايما انت اللي على صح، ممكن تبقى على الغلط. اه ممكن ابقى على الغلط، ايه المشكلة؟ مش لازم اتربس. وخد بالك من الالفاظ اللي بتطلعها للناس. حاضر يا فندم، انتوا كلكم هابقين على المحاضرة بتاعتنا ليه؟ خد بالك من الكلام اللي بتطلعه ليه؟ لان ممكن الكلام ده يكون قذيفة قدام اللي قدامك، ويخليه نفسيا مش مرتاح معاك ومسبب مشكلة. طيب ايه هي الحاجات اللي بتؤدي الى قسوة القلب؟
كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام، شهوات قلنا نبطلها عشان نعدي امتحاننا بخير وسلام. كثرة المخالطة ونقض عهد الله. تعليم العلم دون استعماله. يقولون ما لا يفعلون. خد بالك من دي. كثرة الذنوب والعوذ بالله. كثرة الضحك على العطل وبطال وأكل الحرام والعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أعوذ بالله من المنافقين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فخد بالك، حط نفسك مكاني عشان تعرف التغيير هيجي ازاي. ودايما الكلمة الطيبة احسن طائر يطلع يغرد يروح للناس اللي انت بتكلمها. فانت اختار اللي قال، شوف انت عايز تتضرب بايه. يعني خلي بالك، في كلمات زي العطور وكلمات زي الصخور. فانت عايز تتضرب بالعطور ولا تتضرب بالصخور؟ فكر، وبناء عليه اعمل اللي هيرجع لك. اللي انت هتعمله هيرجع لك. خد بالك يا عم الحاج، اعفو واصفح. ليه؟ عشان تبقى من مين؟ من اللي داخلين الجنة بغير حساب. ان انا اتحلى باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والدعاء ده احنا بندعيه عشان ربنا يوصل لنا رحلة الحج. ودايما في دعاء مهم قوي كلنا كنا بنقوله لكم في اللقاءات كلها. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو ده الحديث اللي قاله لنا فضيلة الشيخ ابراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يبقى أحسن حاجة إن أنا إيه؟ الخلق. أحسن حاجة لإيه؟ الخلق. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. ربنا خلقنا في أحسن فطرة ممكنة. خلق الله العظيم مخلوقين أحسن حاجة، لكن مع الوقت ومع طريقة التعليم وطريقة التربية احنا بنخلي النفس دي تروح في سكك غريبة، وتكتسب الشهوات وتكتسب الصفات البايظة والصفات الوحشة والحاجات دي كلها. طب الفلاح ايه هنا؟ الفلاح مقصود بهنا ان انا احقق النجاح. هو احنا ربنا خلقنا ليه؟ حاجتين: اعمار الارض وايه؟ والعبادة. هل احنا ربنا عيننا كويس عشان عمار الارض ولا لا؟ وهل احنا بنعبد ربنا صح ولا لا؟ كل واحد يراجع نفسه، لان علاقتنا بربنا مختلفة، مش كلنا زي بعض. وفي حديث مهم جدا بحب افكره واقوله للحجاج دايما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ يا غلام هعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت. أنا مش بقول بالترتيب، بقول لكم فيما معناه. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا إيه؟ حط الحلقة دي في ودانك كويس قوي. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء، اللي مش هيقدروا يعملوا حاجة إلا ما إيه؟ اللي مكتوب عليه. يعني لما الأوتوبيس يتأخر بينا وإحنا جايين نخش منه وحننزل في مكان ولازم نمشي 2 كيلو عشان نوصل المخيم بتاعنا، دي مش من صناعة المشرف ولا من صناعة المشرف؟ مش سامع. يعني لو ربنا مش كاتبها علينا المشرف هيعرف يعملها لنا؟
فانا عايز الناس تفهم كويس قوي الحاجات دي، لان المقدرات ده انت لو في الاول خالص سلمت امرك لله وبقيت مؤمن بقدره، الموضوع فرق معاك كتير جدا في التعامل مع كل الحاجات. هو في حد فينا طالع وتعب نفسه وعامل كل الكلام ده عشان يضايق حد فيكم؟ فانت لازم تبقى يقين للكلام ده. مين بقى هيتصربن وما بقاش عاجبه؟ اللي هو مش طالع بقلبه، لا، اللي طالع بجسده بيأدي شوية حاجات وخلاص، والله يكون في عونه، الله يسهله ويقويه ويكون في عونه ويكون في عوننا احنا كمان. طب في حاجة تانية، قبل ما تطلع من البيت حضرتك المفروض تقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيترد عليك بإيه؟ ها؟ ها؟ يقال لك إيه؟ هديت وكفيت ووقيت. الشياطين يقولوا لبعضهم إيه؟ سيبك منه يا عم، أنت ما لك بمن هدي وكفي ووقي، هتعمل معاه إيه؟ طب إحنا ليه ما نعودش نفسنا على الحاجات دي عشان خاطر هي دي تبقى طريقتنا بعد كده على طول؟ ليه ما نروحش الكلام ده؟ انت هتعيش مرة واحدة، فلما تغلط اعتذر يا اخي، ايه المشكلة؟ ما تبقاش معقد، حياتنا مش كيمياء. انت هتقابل بشر منوعة ومصنفة كتير جدا، ملكش دعوة، ملكش دعوة اشكالهم والوانهم ولغتهم عاملة ازاي، خليك في حالك. ربنا خلق الناس بالشكل ده ايه؟ لحكمة. يبقى خلينا نبعد عن القلق ونخلي نفسنا ايه؟ لما نمارس التوكل على الله ونبقى مطمئنين دايما، هتلاقي فيه سكينة وراحة نفسية عندك دايما. لما دايما تبقى متفائل وعندك امل وعندك حب وسلام داخلي، هتلاقي الحياة وردية وتلاقي عندك ثقة. لازم يكون عندك كمان ثقة وحسن الظن بالناس وبالله عز وجل، عشان في حاجة كده قالوها لكم على يوم عرفة، ان اكبر ذنب ممكن تعمله انك تظن بالله ظن السوء، انك تشك ان ربنا غفر. فلا، لازم يكون عندك ثقة وحسن ظن. طيب ما هو إن احنا هنخلص المحاضرة ونصلي وبعدين نعمل اسئلة. طب يعني احنا لما نبقى بنعمل محاضرة وهم يجوا في قلب القاعة ويصلوا، يبقى انا اللي بشوش عليهم؟ طب اعمل ايه؟ طب اسمع دي يا حاج حمدي، اسمع دي. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. طب الصبر كده، عملنا الرسمة بتاع التقسيم والمربعات عشان كل ما اتزنق اخد دي، ده هو اللي هينفعني. الصبر ده اللي هيقيني شر ان اقع في مشاكل مع ناس كتير، الصبر ده اللي هيخليني استثمر الاوقات في الذكر وما بقعدش اله مع الناس واقعد احكي واقعد ارغي. زي ما الدكتور كريم كان بينصحنا ويقول لنا، كان بيقول لنا خدوا بالكم انك ما تضيعش الوقت المهم ده والوقت اللي ما تعرفش انه ممكن يتكرر وتروح هناك تاني ولا لا، في انك تقعد تحكي مع صاحبك وتقعد تعمل شات وتقعد تعمل مشاكل وتتصفح التلفزيون وتتصفح الانترنت والكلام ده. لا، خد بالك واستثمر كل الاوقات دي في الذكر. وخد بالك من حاجه مهمه جدا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اني جازيتهم اليوم بما صبروا، ما قالش بما صلوا ولا بما صاموا ولا بما تصدقوا، بما ايه؟ صبروا. فخد قد ايه الصبر ده حاجه من الحاجات المهمه. انا طبعا عمالين يفكوني جامد جدا، انا بقول دلوقتي في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم دلوقتي. خد بالك ان انت هيقابلك حاجات في مكه وفي المدينه، هتلاقي وانت ماشي فلوس في الارض، ذهب، اي حاجه اللي بيقولوا عليها اللقيطه. اللقيطه دي اسلم حل، اسلم حل سيبها مكانها، اسلم حل سيبها مكانها، مالكش دعوه بيها. انت لو خدتها، نعم، ليه حضرتك بتعمل لي كده؟ ليه بتعمل لي كده؟ ليه؟ لا حضرتك اتكلم عن رأي نفسك بس لو سمحت. ايه
لا الشيخ معانا برضو، الشيخ معانا برضو، هناخدوه معانا، هناخدوه معانا. اتفضل حضرتك ارتاح، ويا ريت حضرتك كنت تسمع آية الصبر لو سمحت. طب اتفضل حضرتك ارتاح، لان كل الناس دي عايزه الكلام اللي انا بقوله. حاضر حاضر. حضراتكم حضراتكم ما تفتكرش ان انت ربنا كرمك وبقيت عارف الكلام ده، يعني كل الناس عارفاه. فحضرتك لو سمحت، لو سمحت حضراتكم اللي شايف ان الكلام مكرر ممكن يستنانا خمس دقايق في القاعه بره ولا حاجه، نخلص ويجي يكمل مع فضيله الشيخ ابراهيم، هو قاعد معانا وان شاء الله مسافر معانا، فما تقلقش من الكلام ده. فلما انت تلاقي لقيطه موجوده في المدينه ولا مكه ارجوك ما تاخدهاش من الارض. لو انت هتاخدها لازم تقعد تعرفها سنه، وانت قاعد هناك سنه فمالكش دعوه بيها. يا اما هتبقى مسؤول انك تاخدها توديها اداره الحرم وتسيبها هناك، في حاجه للامانات دي تسيبها هناك، فانت ارحم نفسك وسيبها في مكانها ومالكش دعوه بيها. احنا هنروحوا المدينه، احنا الرحله بتاعتنا ما فيهاش مزارات في المدينه، لكن المشرف هيقول لك تعملها ازاي ويساعدك انك تعملها. وخد بالك من مواعيد زيارات السيدات، في حاجه جديده حصلت في المسجد في المدينه. احنا بنخش الرجاله لما تيجي تزور بتخش من باب السلام وتطلع من باب ايه؟ البقيع الناحيه الثانيه. الطرقه دي كان السجاب بتاعها زيه زي الجامع كله، مش كده؟ كانت حمراء، غيروا الصريقه، غيروا السجاده دي وخلوها خضراء. لكن ده مش معناه ان السجاده الخضراء اللي موجوده في الحته دي ايه؟ ما هياش روضه. خد بالك من الكلام ده، عشان دي حاجه جديده لمحتها في التلفزيون انا من يومين، فخد بالك منها. طب ممكن نخلي اسئله في الاخر ولا خاصه بالحته دي؟ ما انا لسه هقولها، لسه هقولها، ما انا لسه هقول ايه؟ انا بقول لك لما تلاقي لقيطه في مكه ولا المدينه ما تاخدهاش. انا بقى المشكله اللي بتقابلني ايه؟ الاقي حد، احنا يوم 8 طالعين على عرفه، فلاقي حاج جه على الصوف بيت بتاعته دي وفرش ملايه بيضه جميله كده. منين دي يا عم الحاج؟ من الفندق، انا خدتها من على السرير بتاعي. طب انت بالله عليك انت حاجه مش بتاعتك ينفع تاخد حاجه من الفندق وتمشي بيها؟ ابسط الامور لازم استاذن صحاب الفندق. طب انا هوصل لهم فين؟ مش هوصل لهم. فانت لو انت عايز تاخد ملايه معاك تحطها على الصيف والبيت بتاعك كانت معاك من البيت، ما تروحش تاخد حاجه من الفندق وتطلع بيها، لان كده انا خدت حاجه ايه؟ مش بتاعتي ومش مصرح لي بيها. هتستلم المفاتيح بتاعت الغرف، اوعى تضيع المفتاح ده عشان مهم جدا. خد بالك ان انت مش لوحدك في الفندق، انت معاش ناس ثانيه، فما ينفعش ان انت تفضل الثلاثه اللي معاك في الاوضه انك تعلق الاسانسير عشان ينزلوا معاك الصلاه وسايب بقيه الناس ملطوعه على الاسانسير. مش اتفقنا ان كله مقدر بايد الله؟ هو فاكر نفسك لما تعلق الاسانسير انت وهم هتسبقوا للصلاه ولا هتوصل لمكان معين؟ لا. فانت لقيت الاسانسير اركب وسيب وانزل، يا اما تستناهم بره وسيب الاسانسير شغال. نفس الكلام بيحصل ان احنا نتزحم على اي حاجه، لا ما ينفعش كده. والتزاحم على المطعم، لو احنا رتبنا نفسنا مش لازم كلنا نطلع من العصر نروح نتغدى، ممكن نتغدى قبل ما نروح العصر، او انا اجي بعد ما اصلي العصر اقعد شويه اقرا قران وبعدين اجي بعد ساعه عشان اتغدى، الاقي الدنيا رايقه، هلاقي الدنيا كويسه ومش هيحصل معايا حاجه. خلي بالك في علامات وفي حاجات معموله لامنك انت في الفنادق، اللي هي الطفايات بتاعت الحريق والعوذ بالله، ما ينفعش انا اربط فيها الحبال بتاعت الغسيل بتاعتي. الاوض بتاعت المصريين الوحيده، حتى الاوضه بتاعتي انا كمان بيبقى فيها حبس، لازم ننشر احنا ونمارس الهوايه بتاعتنا، فما ينفعش ان انا اربط الحبل في العلاقه لانها هتتقطم، ولو اتقطمت معناها ان في انذار ان الميه تضرب عليك، فهتلاقي نفسك جاي تلاقي الدنيا باظت فملوش لازمه. احنا طبعا هنوكل في الهدي زي ما قال الشيخ ابراهيم لناس معينه. خد بالك بقى ان المدينه غير مكه تماما. من هنا هعرفك الاوضه بتاعتك ورقمها ومين معاك فيها في مكه، لكن ما اقدرش اعمل الكلام في المدينه. في مكه الفندق كله بتاعنا وحاجزينه الموسم كله،
انما في المدينه احنا حاجزين عدد اوض واسره معينه، اللي بيفضل ناخده اللي يفضل ناخده، مش بمزاجنا، هو النظام كده. عشان كده انت المدينه مش هتعرف مكانك ولا غرفتك الا لما توصل فندق المدينه. مكه من هنا هتعرف كل حاجه، فلازم تكون عندك صبر وعارف القواعد اللي احنا بنتكلم فيها ايه، وما يبقاش فيها مشاكل بعد كده. خد بالك ان احنا لما نطلع من المدينه لمكه، الرسول عليه الصلاه والسلام خد المسافه دي على الناق في قلب الصحراء وفي الحر في 8 ايام. انت راكب اتوبيس مكيف ومعاك ميه واكل وشرب، واخر بغداده ومشرف عمال يوندل على ودانك ويلبي معاك، وبتعملها في 6-7 ساعات، ورغم ذلك الناس بتبقى متضايقه، والناس تقعد تقول اتاخرنا، عملنا الحكايه الروايه ملوش لازمه. انت مش فاكر الرسول عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا ابو بكر ايه؟ فاكر لما كانوا في الغار قال له ايه؟ فاكر كويس قوي. ما تنساش ان التلبيه حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم تكون مستمره طول الفتره من المدينه لحد مكه. خلي بالك ان العباده مش اي كلام، لازم تعبد ربنا بكل جوارحك عشان تقدر تبقى مخلص في هذه العباده. احنا ربنا نادانا ليه؟ عشان نزوره. فالحجاج والعمار وفد الله، ان دعوه ها ان دعوه ايه اجابهم، وان استغفروه ففرصة عمرك ان انت ضيف هناك، فاعمل كل الكلام ده. هو مش في بشر ما لحقتش تبقى زينا؟ هو مش في ناس قريبين من الحرم وما بيروحولوش الا نادر سعوديين؟ هو احنا كلنا خلاص مسلمين ومؤمنين ومصدقين ان احنا رايحين الحج ان شاء الله، لكن حد واثق انه خلاص رايح الحج؟ لا. يا عالم يا عالم، انا كان معايا ناس في مجموعتي والدكاتره منعوها تسافر بعد ما وصل لمرحله التاشيره، فما حدش ضامن ولا حاطط في بطنه بطيخه صيف انه بقى حج. لا، بس احنا ندعي، احنا ندعي عشان ربنا يتم علينا نعمته، ودي موجودة في أذكار الصباح والمساء. خلي بالك في ناس بتقطع أميال طويلة جدا عشان توصل للكلام ده، في ناس بتعيط بدل الدموع دم عشان توصل للكلام اللي احنا فيه ده. مين اللي بيتحكم في الكلام ده كله؟ ربنا سبحانه وتعالى. فانت اعمل لربنا وخليك مع ربنا. انا قلت لكم قبل كده احنا لازم نبقى حافظين المناسك كويس وحافظين الادعية بتاعتنا كويس، وعشان كده في كتاب في ايد حضراتكم، ورقه ادعيه وورقه بتاعت حاسبوا نفسكم قبل ان تحاسبوا بناء على قول سيدنا عمر رضي الله عنه. فخد بالك ان الحاجات دي هتساعدك عشان تقدر تستثمر كل لحظه انت موجود فيها هناك. وخد بالك انك لازم تتعايش مع الناس اللي معاك. اولا احنا ما اخترناش حد، ربنا اللي اختاره، والمفروض انا امسك الناس اقسمها بناء على سنها ومؤهلها وحاجات كتيره جدا. كويس. المشكله بقى مين بينام على التكييف ومين ما بينامش على التكييف، ومين عايز يبقى جنب الباب ومين عايز يبقى بعيد عن الباب، ومين بيدخن ومين مش بيدخن، ومين بيشخر ومين مش بيشخر. هرجع تاني واقول لو اجتمع المشرف والبعث والمؤسسه والجن الازرق عشان يضروك بشيء، لن يضروك بشيء الا قد كتب الله كتبه الله عليك. مش هقول اكتر من كده، لانك لازم تخلي توكلك على الله وادعي ربنا ان هو يدبر لك الامور، لاننا كلنا لا نحسن التدبير. بعد كده هنخش في الاحرام اللي اتكلم عليه الحاج ابراهيم، وناخد الامتحان الاولاني، وهو قال لنا السر بتاع هذا اللباس اللي هو يعتبر الكفن بتاعنا، لان احنا طلعنا في هذه الدنيا وهنطلع منها، دخلنا هذه الدنيا وهنطلعها. طيب لو هو الاحرام ده، الاحرام ده بيعيشنا فيه كانه تمثيل ليوم الحشر في عرفه، واحنا لابسين الكفن ولبسناه بايدينا، محدش لبسهن. الكفن الثاني مش هنعرف نلبسه لنفسنا، فحد هيلبسهن. الكفن ده احنا لبسناه بايدينا. وبعدين الاحساس ده مش بس للرجاله، لا، الاحرام اللي انت لابساه انت كمان، ما هو يعتبر كفن. هو صحيح مش زي الكفن بتاع اللي هنخش بيه القبر، انما اعتبريه كده، لان لازم ترتقي بروحك انت كمان. مش معناها ان الراجل لبس الاحرام بتاعه ده يبقى هو لبس الكفن وانت ما لبستهوش، لا،
كلنا واحد، البشرية كلها واحد. الاغتسال للإحرام بيطهر الجسد، لأن دي رحلة إيه؟ رحلة ربانية. الاستغفار والطوبة بتطهر النفس. حلال المال ده بيطهرنا كلنا، خلي فيه نظافة يد. النهي عن الرفث والفسوق والجدال تطهير وإصلاح لكل سلوكياتنا. لو بصيت لها على بعضها هتلاقيها كلها تتصلح بالجملة والعبارة دي. احنا رايحين المكان ده عايز اقول لبس الناس ان اللي هو ما بيقدرش يمشي عشان يقدر يعمل الطواف والسعي يعمل حسابه ان نفقاته هتبقى اعلى شوية، ان هو هيحتاج يعمل طواف وسعي بتوع العمرة بيبقى من 350 ل 500 جنيه لريال، وده فيه ناس وهيئة مخصوصة للكلام ده، هتجي لك لحد الفندق توديك تعمل الطواف والسعي ويرجعك ثاني للفندق. وهتبقى عايزهم مرة كمان امتى؟ لما نرجع ان شاء الله من منى عشان تعمل طواف الافاضة وسعي الحج. وهنا هنحط للدكتور ابراهيم سؤالين. لو انا الفلوس اللي معايا لو دفعت الهدي مش هقدر اعمل طواف وسعي؟ يا ريس في اسئلة اهي نشانة اهي. لو انا الفلوس اللي معايا لو دفعت بيها الهدي مش هقدر ادفع فلوس الطواف والسعي، اعمل ايه؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، لو انا حبيت اعمل طواف وسعي بعد ما رجعت من الحج من عرفة، طب ما انا كده فاضل لي الوداع، هل ينفع اعمل طواف الافاضة والوداع مع بعض عشان خاطر المصاريف دي ولا لا؟ دي حاسبها له هو يجاوبها في الاخر. طبعا ما ينفعش ان انا وانا رايح كده يا دكتور ابراهيم، ما ينفعش ان انا رايح وعشان اصيب سنة والمس الحجر او ابوسه اضيع فرض ان انا ما بحميش الانسان او ما حاولش احافظ على الانسان، لا ده انا بزقه وممكن اعوره وممكن اعمل اي حاجة عشان اوصل. فالكلام ده صح ولا غلط؟ برضو الشيخ ابراهيم هيجاوبني عليه عشان خاطر انا ما اخدش كل الكلام. في ناس كتير بتضيع وقتها كلها في برامج الشات وبرامج النت والكلام ده كله. دي العلامات اللي توضح لنا فين الحجر الاسود وفين الركن اليماني، علامات موجودة في القماش بتاع الكعبة نفسه. الاسورة بتاعت المطوف اوعى تسيبها. 2015 كان عندنا جثث مجهولة لمجرد ان هم ما كانوش لابسين الاسورة، والعوذ بالله وربنا يحمينا وما يحصلناش اي حاجة. خلي بالك الطواف صلاة، الطواف صلاة، ما ينفعش تتكلم فيه الا بطيب. لا تعمل لي سيلفي ولا تكلم العيال وتقول لها انا في الشوط الثالث وتطلع على الشوط الرابع، ما ينفعش الكلام ده. خد بالك وانت بتطوف، بتطوف عكس عقارب الساعه عشان تكتسب طاقه ايجابيه وتوحد الله ان انت بتلف مع كل الكون وكل مكونات اللي ربنا خليها فيها توحيد. الكلام ده خد بالك، حاول لما تروح تشرب ميه زمزم اشربها على معده فاضيه عشان تعرف تتضلع كويس، حاجه من الحاجات الكويسه. الاركان والواجبات قالها لنا الدكتور ابراهيم. محظورات الاحرام ممنوع، دي محظورات الاحرام دي حاجه مضافه مننا، ممنوع منعا باتا ان حضرتك تخش اوضه بتاعه الستات او الخيمه بتاعه الستات في منى وعرض. ده الكلام ده للرجال. حضرتك المدام بتاعتك جوه يا تنادي عليها من بره الخيمه تطلع لك، تتصل بيها بالتليفون تطلع لك. حتى المشرف بيخش جوه بمحاذير وبطلب من السيدات. فارجوكم عشان ما حدش يحرج نفسه معايا، انا شخصيا ما لقيش راجل لا موجود في اوضه السيدات ولا موجود في خيمه السيدات. حبقى رزق. فالرجاله تتقي شري في الحته دي وتكلم الست بتاعها من بره، تطلبها تطلع لها. انما احنا بنلاقي ناس تروح حابقى داخل على جوه. وانتوا سيدات اسكندريه الرجاله قوي، لو واحد من اي حته فلاحي مع اخواتنا واحبابنا وكله تلاقيه دخل الخيمه هبه في وشه يطلع بره. طب هكلم خالتي، لا خالتك ولا امك، بره ما تسيبهوش. عشان خاطر في سيدات بتبقى قاعده واخده راحتها شويه. بعد كده خد بالك احنا هنطلع، انا بوضح فينا بس المسافه. خد بالك ان عرفه الاتوبيس ممكن يبقى بيركن بره عرفه، فلازم تبقى مع المشرف متوافق. دي شكل دورات المايه اللي انتوا شفتوها. خد بالك احنا يوم 8 هنعمل لك زياره بعد المغرب لجبل الرحمه عشان ما تروحش بالنهار ويحصل لك اي اجهاد حراري ويحصل معاك اي مشاكل. مش عايزك تروح تطلع الجبل لان عرفه كلها ايه؟ موقف. فانت ما تبقى موجود في الخيمه بتاعتك
وبتقضي المناسك ده عادي انت ما فيش مشاكل فيها، مش لازم تطلع الجبل، ادي الخيمه واحنا عاملين لك فيها كل حاجه، والصوف بتاع البيت بتاعك موجود، احنا هنعمل لك خطبه في الخيمه، ما انتش محتاج تروح مسجد نمره، لا ده المشوار اللي بتمشيه الناس اللي هي بتعمل ترويه، واللي عايز يعمل ترويه على عيننا وراسنا، بس على مسؤوليته الماديه وعلى مسؤوليتنا احنا كبني ادم لازم يتابع معانا. لكن هو انا بنصحه ان هو يرجع مجهد، مش هيعمل حاجه، دي وجبات بنصرفها لك برضه في منى وعرفه، فمش عايز اشوف حد من كل بتوع اسكندريه ال 570 واحد، انا الحمد لله حفظت اشكالكم، مش عايز اشوف حد بيجري ورا العربيه دي، المنظر بيبقى وحش قوي، مش عايزين نشوف حد مصري بيجري ورا العربيه دي، خاصه البعثه بتاعت الجمعيات. اكبر ذنب في عرفه تعمله السيئة الظن بالله والعوذ بالله، فخد بالك منها. احنا هنركب الاوتوبيس بتاعنا، خد بالك اما تنزل منها العلامات دي عايزك تحفظها زي اسمك، العلامات دي اللي هي لون الحديد بتاعت المخيم، لون الحديد بتاع المخيم بتاعك لونه ايه، دي الوان مختلفة حسب المربع، الرقم بتاعك اجد رقم الشارع ورقم المربع، مربع رقم 5 على شارع 202 ده تحفظه، رقم المطوف بتاعك والرقم بتاعنا في المستوى الثاني 26 ومستوى الاول 27، وهنا خد بالك من الاسامي مش هيبقى فيه اليوفط دي مش هتبقى موجوده. الحاجات دي تعمل ايه؟ مش عارف تحفظها، طلع الموبايل بتاعك وصورها صوره عشان لا قدر الله لو تهت في اي حته نعرف نجيبها. المسافه بتاعه الرجم 6 كيلو متر مشي، وهنعملوها 4 مرات ان شاء الله، فلازم تعود نفسك على المشي من دلوقتي. خد بالك ان احنا الايام دي اللي هم الثلاث ايام بتوع التشريق ايام اكل وشرب وذكر، فاحرص على ان انت تقضيهم في الذكر، والاكل هنوفره لك الحمد لله. الرجم اللي مش هيقدر يمشي 6 كيلو ممكن هو قاعد في منى يوكل اي حد يرجم له، او لو هو من اصحاب الاعذار اللي اتكلم عليها اخويا الدكتور ابراهيم وراجع مكه، اللي راجع مكه يتاكد ان اللي هو وكله يرجم له رجم له، عشان تبقى متاكد ان انت قضيت كل المناسك وما فيهاش مشاكل. احنا طبعا مش رايحين نعمل كده، لا خالص، كده فاهمين غلط، الناس دي فاهمه غلط، فاحنا احنا بنرجم استجابه لله. منى عامله زي رحم الام، ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانت بتسعى 100 واحد 100,000 واحد او 120,000 واحد، ودلوقتي بتسع 3 مليون. فلما تعيش في منى وتحاول انك تكون فيها الذكر، افتكر ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده شكل الحمامات. والناس كانت بتقول لي احمد صالح انت عمال تخوفنا من منى، اقسم بالله ما حصل، انا بقول ان لازم تكونوا عارفين كل حاجه كما يجب عشان ما يحصلش اي مفاجاه. انا شخصيا ما بحبش المفاجات، وبالتالي ما بحبش يبقى في مفاجات لاي حد. الامور مش هجيب طبيب ولا هجيب اي حد ولا اي حاجة، كل واحد من حضراتكم يراجع الطبيب بتاعه، كل واحد يراجع الطبيب بتاعه. والسيدات طبعا دي مش مغازلة، السيدات الامامير كلهم اللي قدامي اللي تحت 30 سنة و40 سنة كلهم يروحوا للطبيب بتاعهم بتاع النساء، مش عايزين اي حاجة تعرقل الرحلة الايمانية اللي احنا رايحينها، وعايز الناس تاخد معاها محلول معالجة الجفاف عشان نقدر لو حصل عندنا اي اجهاد حراري، وعندنا دكتور رائع وحنشغله لما يقول يا بس في الرحلة، ومش هقول لكم هو فين دلوقتي، لما نبقى هناك هشاور لكم عليه عشان تروحوا له، بحيث ان احنا ان شاء الله نعدي رحلتنا بسلام. عايزين نبقوا رايحين واحنا عارفين نفسنا بنعمل ايه. الناس اللي عندها امراض مزمنة، اللي عنده ضغط يحاول يبقى معاه جهاز ضغط بتاعه، واللي عنده سكر يحاول يبقى معاه جهاز السكر بتاعه. احنا محتاجين يا جماعه ان احنا نمنع اي حاجه تعطلنا، احنا بايدينا بنعمل كل حاجه، ويتفضل عليكم العباده، ما تخليش حاجه تانية تعرقلك من العباده ارجوك.